Chers étudiants, مرحبا بكم في قناة في إيكول ناني لتعليم اللغة الفرنسية. إذا اليوم سنتطرق إلى درس جديد وعنوانه لي فيرب اوكسيليير. ما معنى لي فيرب اوكسيليير؟ هما الأفعال أو بالضبط الفعلان المساعدان، لأن في اللغة الفرنسية ما كانش عندنا مثنى كيف قلت لكم دائما، كندوزو الجمع ديريكتومون يعني. إذا لي فيرب اوكسيليير الفعلان المساعدان ماذا يساعدان؟ إذا هاي لا سمعتم، إذا انطلاقا من الاسم ديالو اوكسيليير مساعد، يعني أنه يساعد في شيء. في ماذا يساعد؟ يعني يساعد في تكوين الزمن المركب، مثلا باسي كومبوزي، لو بلوس كو بارفي، الى غير ذلك. الان هاد الفعلان ما هما؟ هما لو فيرب افوار اي لو فيرب اتر. سنتطرق اذا في هذه الصفحه غنشوف لو فيرب افوار ومن بعد غنشوف لو فيرب اتر. لو فيرب افوار il sert le plus souvent d'auxiliaire pour tous les verbes à la forme active, sauf pour quelques verbes intransitifs, exemple apparaître. Donc, le verbe avoir, يصلح دائما أو غالبا كمساعد لجميع الأفعال التي المبنية للمعلوم، لأن الأفعال المبنية المجهول تستخدم هذا الأوكسيليير إتر. هذه يعني خذوها كمعلومه. لو فيرب اتر سوف، ما عدا قال لك بعض الافعال ان ترانزيتيف، افعال لازمه التي لا تحتاج الى مفعول به. في اللغه العربيه عندنا فعل لازم وفعل متعدي، مثلا قلنا دخل الولد، دخل فعل لازم، غنسميه بالفرنسيه مثلا لو غارسون انتر par exemple. هنا غنقولوا entrer c'est un verbe يعني intransitif. intransitif لازم، وإلا كان الفعل متعدي كنسميه verbe transitif. regarde la télévision، il هو يشاهد التلفاز اللي هي مفعول به تلفاز. regarde la télévision باللغة الفرنسية c'est un complément d'objet ديريكت. هادشي غنشوفو، سنرى هذه الدروس فيما بعد. اذا فقط انا احاول انطلاقا من تعريف، يعني ان اتطرق، يعني ان اخذكم الى مفاهيم اخرى تحوم حول هذا المفهوم، يعني بشكل يعني تستوعبوا ان هناك ترابط في مفاهيم القواعد اللغه الفرنسيه، هناك ترابط ويجب ان تلموا بهذه الاشياء التي تعتبر من الاساسيات. اكزامبل apparaître، apparaître ظهر، هنا ظهر لا يحتاج الى فيرب avoir، لا يحتاج الى الفيرب être. اذا سيتا باسكو سيتا فيرب intransitif، يعني فعل لازم. الا قلنا مثلا لو soleil apparaît clair، الشمس تظهر ساطعة مثلا apparaît. واذا اردنا ان نحوله الى الماضي نقول لو soleil est apparu clair، يعني استعملنا لوكسيليير اتر ليس افوار. اذا هذا فقط بعجاله تعريف لنوع، تعريف مبسط للفيرب افوار، وايضا نستعمله في التملك، يعني غالب الغالبيه الاحيان نستعمله للتعبير عن الملكيه. مثلا الى اختنا التصريف ديالو، يعني اقتصرت هنا على المود انديكاتيف فقط كمثال لندرس، وممكن ان تحصل على لمود الاخرين امبيراتيف سوبجونكتيف في كتب تصريف الافعال او عبر الانترنت. فقط كتب لو كونجيغيزون دو فيرب افوار على جوجل وستجد، يعني موجوده كثيرا جدا التصريفات. هنا غرضي فقط ان اشير الى مفهوم لو فيرب افوار وفي ماذا ولماذا يليق، وبالتالي فبالنسبه للتصريفات فهي موجوده اينما يعني بحثتم ستجدونها بكل سهوله. اذا المستعمل الكثير هو لو بريزون الحاضر، نقول جي عندي مثلا جي اون فواتور، جي ان ليفر، جي ان اورديناتور ايتترا. تويا عندك، عندك تويا لا ميم شوز، سنقول عندك تويا وناخذ نفس يعني الكلمات التي تاتي من بعدها، يمكن ان تختار اينما تريد. تويا اون باغ اكزومبل اون راديو، تويا اون روب بالنسبه للبنت الى غير ذلك. ايل هو ال هي عندها، الى نوزافون عندنا، vous avez عندكم، ils ont
elles ont عندهم وعندهن. هنا ليس دائما مفهوم عندي بالملكية أنني يعني شيء ملموس، لأن لو فيرب افوار يستعمل أيضا في التعبير عن مثلا أحاسيس، إحساس الجوع مثلا، نقول جيف يعني أشعر بالجوع، ولكن استعملنا لو فيرب افوار. جي بور أنا خائف، نستعمل لو فيرب افوار. إذا هنايا يجب يعني في يعني فيما بعد سنرى كيف استعمل، يعني سنتطرق، ساقوم باعداد درس خاص ل يعني التطبيقات او استعمالات لو فيرب افوار واستعمالات لو فيرب اتر، يعني متى يعني متى نستعمل هذا الفعل او هذا الفعل، رغم انه ليس هناك يعني قاعده محدده، لكن هناك اطار عام. هنا لامبارفي يعني الماضي البعيد جدا، الباسي سامبل، لو فيتور، هذه هما اللي تسموا لي طون سامبل، الازمنه البسيطه مهم. وهنا عندنا البسيط الازمنه المركبه، يعني لاحظوا فقط من النظره الاولى باسي كومبوزي مركب، مركب من ماذا؟ من جزئين. بليس كو بارفي كذلك هو مركب من جزئين، passé antérieur مركب، futur antérieur كذلك مركب. هذه أزمنة مركبة سنتطرق إليها فيما بعد كذلك، لكن التي تستعمل كثيرا كثيرا بالنسبة للverb avoir أو الأوكسيليغ avoir هي هذه يعني الأزمنة البسيطة. إذن هذا بالنسبة للverb avoir أو الأوكسيليغ avoir. سنمر الآن إلى l'auxiliaire ou le verbe être. بالنسبة le verbe être, il sert d'auxiliaire à tous les verbes passifs. كما قلت سابقا, à tous les verbes pronominaux, à quelques verbes intransitifs. إذن فهو يصلح كمساعد كفعل مساعد لجميع الأفعال مبنية للمجهول passif. كيف قلت لكم؟ وسا أعد درسا خاصا على لا فوا اكتيف لا فوا باسيف فيما بعد ان شاء الله. اتو لي فيرب برونومينو يعني لو فيرب، ايضا درس خاص عن لي فيرب برونومينو ساحضره ان شاء الله. لي فيرب برونومينو هي الافعال التي تكون مرافقه يرافقها ان برونوم، باغ اكزومبل سو لافي، هنا كنلقاو نجد سو سي تام برونون كيرافق لو فيرب لافي، وهنايا كنستعملو عندما اردت ان اصرفه الى الماضي سيحتاج الى لوكسيليير اتر، ضروري جدا هي تسير دائما مع لوكسيليير اتر. ثم بعض الافعال لازمة كما قلت سابقا بالنسبة التي لا تستعمل لو فيرب افوار في التصريف وتحتاج الى لو فيرب اتر. إذن هذا بالنسبة للتعريف مبسط للverb être. وكذلك يستعمل إذن فإذا أردنا ترجمته للعربية يمكن أن نقول كان أو يكون مثلا. إذن والتصريف كما يعني اقتصرت كذلك على المود انديكاتيف المستعمل الذي نستعمله بكثرة. هنا لاحظوا نفس الشيء، هنا الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة، وتستعمل غالبا الأزمنة البسيطة والباسي كومبوزي في المركب، يعني كلما تعمقنا في اللغة الفرنسية واستعملنا في الكتابة أكثر كلما احتجنا إلى الأزمنة المتنوعة للوصف الأحداث. الآن إذن بالنسبة للبريزون الحاضر نقول جو سوي، جو سوي وأصف حالتي مثلا أو حالة يعني حالتي نعم، مثلا جو سوي كونتونت أنا فرحة، جو سوي فاتيغي متعبة، جو سوي كوراجوز أنا شجاعة، تويي بور أنت خائف، يعني تأتي صفة لترافق هذا الفعل في يعني هذا الأوكسيليير، يعني كما كأني أقول أنا خائفة مثلا. جو سوي أو بيان تي إلي إلي مثلا، إلي بريزون هو حاضر أو هي حاضرة، إلي بريزونت، وهنا يكون الربط مع في التذكير والتأنيث مع لو فيرب إتر، سنرى هذا في درس خاص إن شاء الله. نو سوم، فوزيت، إل و إل سون، إذا هذا بالنسبة للبريزون. بالنسبة للامبارفي نفس الشيء عندكم، جي تي ولكن يعني سنزيل هنا الأو حينما يلتقيان، كتكون هنا واحد أبوستروف
عندما يلتقي ناد او مع اي دو اذا كتكون ديك الشيء ديال الابوستروف tu étais il ou bien elle était. إذن هنا لن أطيل الفيديو، يعني أنا أقوم بقراءة جميع التصريفات ولن أطيل الفيديو بهذا يعني على هذا الشكل، فالتصريف أمامكم وستجدونه في جميع الكتب. فقط هنا أردت أن أشرح مفهوم لو فيرب إتر ولو فيرب أفوار، ومن بعد سأحدث إن شاء الله فيديو لاستعمالاتي. إذن إلى هنا ينتهي شرح لي فيرب اوكسيليير الافعال المساعده. اتمنى ان تكونوا قد فهمتم هذه الافعال المساعده، وشكرا لكم، والى فيديو قادم بحول الله. لا تنسوا كذلك ان تدعمونا باللايكات وتنشروا الفيديو على اوسع نطاق ليستفيد الجميع. شكرا لكم والى اللقاء.